السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مباشرة من دوار بن ناصر الجنوبي. عملية الهدم تعود بجامايكا، وكما كتوضح الصورة هنا بالجنبات ديال شارع مولاي علي الشريف بالقرب من المسيرة واحد. فكما كتشوفوا العملية انطلقت من جديد بعد ما شفنا الصباح الهدم في دوار بن ناصر الشمالي، جاء الدور على دوار بن ناصر الجنوبي. عملية الهدم مستمرة في انتظار ان شاء الله تم باقي الاجراءات على احسن ما يرام. بعد الخطوه ديال عمليه الهدم كيكون واحد الالتزام في المقاطعه، مباشره كنمشيو للسخيرات، كندخلوا الماء والضو، كنخلصوا السانديك وكندخلوا الشقه ديالنا مباشره. خليكم معنا تشوفوا التفاصيل ديال عمليه الهدم والمكان اللي كتواجد فيه البراكه. فبالقرب تقريبا من فبالقرب من مصحه الحمد المسيره واحد، يعني هنا البراكة اللي كنعرفوا فيها واحد الشاب اللي كان مات الله يرحمه، إن لله وإنا إليه راجعون. الله يدخل الشقة على أمها بالصحة والعافية وطولة العمر، الله يدخلها على وليداته بالصحة وطولة العمر يا ربي. أكيد في هذا الأثناء كيوصل السيد قائد الملحقة الإدارية الثالثة اللي غادي يواكب العملية ديال الهدم ويوقف على كل كبيرة وصغيرة، والإخوان ديال اللجنة اللي غادي يشوفوا الأمور كيفاش دازت على أساس باش يعطيو الموافقة كما كنقولوا للعملية، باش يعطيو الموافقة للعملية. هنا كما كتشوفوا عملية الهدم مشات كنظن في أجواء جيدة. السيد القائد كيوصل في هذه اللحظات، التواصل يعني مستمر مع الساكنه اجل يعني توجيه بعض الرسائل وهذا باش الامور تمشي مزيان. صراحه صور جميله كنشوفوها، شيء جميل. السيد القائد يعني كما كتوضح الصوره، يعني اي حاجه كيسولوا على الساكنه كيكون واحد التجاوب، وهذا امر جميل يوتلج الصدر، يعني لا من ناحيه السيد القائد، لا من الاخوان ديال القوات المساعده، لا من اعوان السلطه. يعني الحمد لله هادشي كيبشر بالخير، ونتمنوا من الله الخير للجميع، هذه هنا عمليه الهدم. اللهم يسر يا رب، الله يسخر الامور. سيري كانت دير الملف ديالك وباش تمشي تما تحيدي، باش انت هي تجي النوبه ديالك تحيدها. فرضوا في تسوق. ما كاينش اللي غادي يضمن، راه زعما غادي يضمن. شي واحد من العائله ديالك ما كاينش. شي واحد قريب ليك ولا شي حاجه. يعني كما كتشوفوا معنا متشبعين الكرام، السيد القائد كيعطي التوجيهات ديالو، كيعطي رسائل يعني من اجل ايجاد حلول للاسر يعني اللي كتواجد بالجنبات. هنا كتشوفوا عمليه الهدم كيفاش دازت. نتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. عملية الهدم كترجع لجامايكا بقيادة السيد القائد رشيد كما كتوضح الصورة. الله يسخر الأمور، نتمنوا من الله الخير. يعني الإخوان كما كتشوفوا معنا هنايا كنهضروا على دور الصفيح بالقلب دوار بن ناصر الجنوبي، البرارك اللي كيريبوا حاليا هنايا اللي غادي يعطيونا ان شاء الله في مستقبل الايام بنايات ضخمه عباره عن عمارات، غيكون البقع ديال ماليهم، غنشوفوا امور اللي هي مزيانه. فكما كتشوفوا تواصل مستمر، ماشي كنشوفوا غير عمليه الهدم فقط، فكنشوفوا كذلك تواصل مستمر لا من اعوان السلطه لا من السيد القائد لا القوات المساعده، يعني الكل داخل في العمليه. الله يسخر الامور للجميع، والله يصاوب الجميع، والله يسخر الامور. هادشي اللي كنتمناه. وكما سبق وشرنا فتا الناس اللي ما عندهمش، حنا اخوتي مستعدين اننا نجيو نصوروا معاهم ونوصلوا الرساله ديالهم، ونتمنوا من الله تبان شي صيغه اللي تكون مزيانه ان شاء الله اللي يشوفوا الناس اللي ما عندهمش باش يخلصوا، ونتمنوا من الله الخير. فاللي كنبغيو ناكدوا عليه عمليه الهدم مستمره بدوار بن ناصر الجنوبي اليوم الاربعاء بحضور السيد قائد الملحقه الاداريه الثالثه رشيد. كما شفتوا معنا متتبعينا الكرام، العمليه مستمره. صراحه ما يثلج الصدر هو التواصل الدائم او المستمر للسيد القائد قائد الملحقه الاداريه الثالثه. كما كنشوفوا يعني كيتواصل مع كل شيء، كيعطي الرساله لكل شيء، امور اللي هي ايجابيه صراحه.
والله يفرج على الجميع والله يسخر الامور لكل شيء. في انتظار في انتظار نشوفوا عمليه هدم كبيره، نشوفوا الفرحه تدخل القلوب الاسر كامله. نتمنى من الله تضاف مرافق اخرى مدينه الصخيرات اللي تليق بالساكنه، نشوفوا حوجات اللي هي ايجابيه. الله يسخر الامور والله يدير اللي فيها الخير. الى هنا متشبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا شيء هذا. Thank you.